بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحسين عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. الشعراء على مر التاريخ ومر الزمان والعصور أجادوا وأبدعوا في كتابة الشعر ورثاء سيد الشهداء عليه السلام. ومن هؤلاء الشاعر الكميت بن زيد الأسدي، هذا الشاعر الذي كتب قصائد في مدح بني هاشم وذكر مصائب آل الرسول عليهم السلام، وكان ينشد معظمها في مجالس الإمام الصادق وأبيه الإمام الباقر عليهما السلام وجده علي بن الحسين كذلك. ومن القصائد التي ألقاها بين يدي الإمام زين العابدين هذه القصيدة المشهورة التي مطلعها: من لقلب متيم مستهامي، غير ما صبوة ولا أحلامي، وقتيل بالطف غودر عنه بين غوغاء أمة وطغامي، قتل الأدعياء إذ قتلوه، أكرم الشاربين صوب الغمام، إلى آخر الأبيات. فجزاه الله خيرا على ما أجاد وأبدع فيها، وجزى الله الشعراء على ما أجادوا في خدمة الإمام الحسين فيما جادت به يراعهم من الشعر. لذا قال له الإمام السجاد عليه السلام بعدما سمع هذه الأبيات: ثوابك نعجز عنه، ولكن الله لا يعجز عن مكافأتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه ويبدلنا الكثير الكثير عما نقدمه من القليل للإمام الحسين وفي خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. نبدأ معكم فقرات هذه الحلقة من برنامج مع الحسين، حياكم الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، والسماء لن يفتح النداء، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. مع الحسين، مع خدام الحسين، مع محبي الحسين عليه السلام، نستكمل معكم هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، أحييكم من جديد. عظم الله أجورنا وأجوركم. بهذه الحلقة حابب أرحب بضيف جديد، أستاذ الحوزة العلمية سماحة الشيخ فضيل الجزائري. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم، أعظم الله لكم وأجركم إن شاء الله. نحن بهذه الأجواء الحسينية سماحة الشيخ، في هذا الموكب الرمزي لخدمة زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، حابين نتكلم معكم عن خدمتكم للإمام الحسين ومجال كتابتكم لما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه. قبل لا أسألكم حول هذا، قبل كم سنة دخلتم سلك الحوزة وقدمتم من الجزائر لطلب العلم؟ بالضبط سنة 1992. و92، يعني الآن 32 سنة كاملة. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، إن شاء الله طول العمر، حياك الله، وإن شاء الله في خدمة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. الله يوفقنا. سماحة الشيخ، عندكم بعض الكتابات في الإمام الحسين، حابين نتعرف عليها. ماذا قدمتم للإمام الحسين حتى هذا اليوم خلال هاي المسيرة، يعني من مقالات، كتب وما شابه ذلك؟ بداية أنا منتسب إلى مؤسسة وارث الأنبياء. نعم، جميل. وهذه المؤسسة المباركة تابعة للإمام حسين العتبة الحسينية. جميل. إذا خدمة عملية بشكل مستمر. نعم. الحمد لله. وكنت في قسم الرسائل الجامعية. نعم. نقيم علميا الرسائل التي كتبت عن الإمام حسين عليه السلام. نعم. وطبع سلسلة من هذه الرسائل الجامعية، ثم بعد قسم الرسائل انتقلت إلى اللجنة العلمية
وظيفتي هناك تقييم كل الإنتاج المعرفي في المؤسسة. جميل. الذي يستحق أن يقيم. هذا بالتالي كله يصب في صالح العتبة الحسينية. نعم. يعني خدمة للإمام حسين، نمو العلم. نعم. وكل هذا من أهداف ثورة سيد الشهداء سلام الله عليه. أحسنتم. يعني نوصل هذه القضية المباركة للإنسانية، وخاصة النخبة الجامعية. نعم. النخبة في المجتمع بلسان علمي، بلسان حديث. جميل جدا. وهذا في تصوري عمل مقدس. أكيد. أما تجربتي أنا الشخصية مع الكتابة عن الإمام حسين عليه السلام، نعم. أنا في تصوري الشخصي فيه مساحات تتعلق بالنهضة الحسينية وبعاشوراء. نعم. مساحات لم يكتب فيها. جميل جدا. إلى الآن. نعم. وبدأنا نحن محاولة نكتب في هذه الأمور. نعم. كتبت مقالة أخذت الجائزة الأولى في مهرجان الشهادة الذي يقام سنويا في كربلاء. نعم. كتبناها العتبة الحسينية. نعم. المقال كما أنت عندك اطلاع على هذا المقال. نعم. القيم الإلهية والنظر الحسينية. والنظر الحسينية. نعم. فهذا موضوع جديد. شو طرحته؟ أنا حتى بس نعرف المشاهد. نعم. ماذا طرحتم في هذا المقال؟ طرحنا أن هذه النهضة الحسينية من بدايتها إلى نهايتها هي مجلى القيم الإلهية. مجلى القيم الإلهية. عرفنا ما هي القيم الإلهية، مصدرها هو الله تعالى، موضوعها هو الإنسان. وفي كربلاء تجلت بجمالها وروعتها. صحيح. فكتبنا هذا المقال للمهرجان وأخذ الجائزة الأولى. جميل. تعرف أنت النهضة الحسينية إذا تحدثنا باللسان الحديث مدرسة. صحيح. فيها أبعاد متعددة. صحيح. والآن يمكن أن يشتغل على التجربة الدينية لزوار الإمام حسين عليه السلام. نعم، لا شك. كيف يعيش هذه التجربة الدينية وهو يتعامل مع جماليات هذه النهضة. نعم. أنت زرت الإمام حسين عليه السلام في الأربعين حتما. الحمد لله. أول ما تلاحظه في هذه الزيارة أن الخادم الإمام حسين والزائر يخضعان لهذه القيم شاء أم أبى. نعم، صحيح. من الخادم، خادم الإمام حسين وخادم الزوار. نعم. هو الذي يزور. صحيح. ترى كأنها معجزة مست هؤلاء. نعم. القيم العميقة. نعم. الإلهية تتجلى في الخادم وتتجلى في الزائر. أنتم كتبتم في الإمام الحسين وكتبتم في غير الإمام الحسين. نعم. هل لاحظتم فرق في كلا النوعين من الكتابة؟ يعني لمستم الفرق عندما بدأتم تكتبون في الإمام الحسين؟ لاحظتم فرق يميزه عن سائر الكتابات الأخرى أم لا؟ حتى في حديثه الشريف، في كلماته الشريفة يتميز الإمام حسين عليه السلام. إذا قرأناه على هدي هذه الرواية، حسين مني وأنا من حسين. نصل إلى نتيجة مهمة جدا، أن هذا الناموس الإلهي الذي بدأ مع آدم وختم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كله بكلياته وتفاصيله مندك في شخص الإمام حسين. صحيح. عليه السلام بهذه النهضة الحسين المباركة. تتعلم فيها المعرفة، تتعلم فيها الأخلاق. تتعلم فيها الشجاعة. تتعلم فيها الثبات على المبدأ. يعني تنظرون إليها كأنها مدرسة. نعم، مدرسة شاملة في جميع الأبعاد. فأنا فكرت، قلت لماذا لا نثير هذه النقطة؟ ما هي القيم الإلهية التي حكمت هذه النهضة المباركة وكيف تجلت في النهضة الحسينية من بدايتها إلى نهايتها؟ نعم. فخرج هذا المقال، القيم الإلهية في النهضة الحسينية. هناك سلطنا الضوء على هذه القيم. جميل. هي قيم إلهية. صحيح. هي قيم محمدية. محمد. قيم علوية. قيم حسنية. قيم زهروية. إلا أنها في النهضة الحسينية لازمتها مفردة وهي المأساة. هذا الذي يعطي اخترنت بالمأساة. بالعبرة. نعم، بالعبرة. وهذا الذي يعطي الجمال لهذه النهضة
ولهذا تجد الناس حتى المسيحيين منهم وغير المسيحيين ينجذب إلى هذه القيم، ينجذب إلى هذه القيم. نعم. التي جسدها الإمام حسين عليه السلام. برأيكم ما هي أهمية اليوم نشر هذه القيم للعالم ودعوة العالم للاستماع؟ نعم. والاقتراب من هذه القيم؟ أنت الآن على علم أن الحداثة الغربية اقتحمت كل الحضارات والدول. أنا أبصر اليابان صاحبة الحضارة القديمة، وتايلاندا والصين وكوريا. نعم. أجد هناك الحداثة هي هي. نعم. فالقيم اختفت في هذه الحضارات. صحيح. كما اختفت في الغرب. نحن إذا نشرنا هذه القيم الحسينية التي هي قيم محمدية. نعم. قيم إلهية. صدقني مع هذا الجانب المأساوي. الإنسانية كلها تلتفت إلى هذا الأمر. الآن ما يقع في فلسطين المجروحة، الاسم الوحيد الذي هناك يتداول هو الحسين. صحيح. مع أن أمير المؤمنين أفضل بالقطع واليقين من الإمام حسين عليه السلام، لكن مظلومية الإمام الحسين والمأساة. نعم. هذه المأساة الجنبة. نعم. كما تفضلت العبرة. جميل. هو أساسي جدا في هذه النهضة. جميل، كل الشكر لكم. نحن وقتنا انتهى، ما أعرف إذا عندكم كلمة خاتمة. نعم، عندي كلمة كتبت. نعم. كذلك مقالا في النهضة الحسينية، وهو العناية الإلهية في النهضة الحسينية. جميل. سيطبع في مجلة الإصلاح الحسيني تابع للعتبة. جميل. هناك فكرت ما هي القواعد العنائية التي حكمت هذه النهضة. جميل. فالله تعالى إذا أراد أن يدمر الظالم ويقوي المستضعف في مجموعة من القوانين العنائية. نعم. هذه يجب أن يخضع لها الإنسان. هذه قوانين ثابتة. قوانين ثابتة، قوانين عنائية إلهية ثابتة. نعم. سرمدية. نعم. فالإمام حسين عليه السلام بقانون عنائي ينتمي إلى الأسباب والمسببات يجب أن ينهزم فيزيائيا. صحيح. بقانون عنائي هدايتي يجب أن ينتصر سرمديا. جميل. لأن هناك القيمة انتصرت على الظلم. جميل جميل. نعم، الهداية انتصرت على الضلال. جميل. الأخلاق انتصرت على الشر، والعقيدة انتشرت على الجهل والقبلية. الله إن شاء الله. فهذه كذلك مقال تقريبا في حدود يتجاوز 40 صفحة في غاية الجمال. وعندي كذلك كتاب الحسن البصري. نعم. تابعي كبير. نعم. يتخربط في نظام القضاء والقدر، لم يفهم القضاء والقدر، جاء إلى الإمام حسين عليه السلام سأله هذا النظام القضاء والقدر ما هو؟ والاختيار. فالإمام حسين بيّن له المسألة برواية لا تتجاوز صفحة في غاية الجمال. لكن بيّنتموها وشرحتموها. نعم، أنا حللتها في فصول. نعم. فصول، فصل أول بيّنت. جميل. الفاعلية الإنسانية، فصل آخر بيّنت الاختيار. جميل. والقضاء والقدر، وكيف بينها الإمام حسين باختصار. على ما كتبتم يحتاج إلى لقاءات وحلقات. إن شاء الله. إن شاء الله الله يعطينا عمر وفرصة أخرى حتى إن شاء الله نتزود أكثر. ونسأل الله تعالى كتبتم القبول من الله ومن الله الحسين. أطال الله في عمركم بخدمة الإمام الحسين. أمين. إن شاء الله. أمين. ويديم عليكم هذه الخدمة. وأنتم كذلك. الله يسلمكم، كل الشكر لكم سماحة الشيخ. مشاهدينا الأكارم، متواصلون معكم في فقرات هذه الحلقة، خليكم معنا. وين قلب دليل وروح وفاية؟ وين اسمع لطم اركض على القراية؟ وين ريحة عزاء اتحزم براية؟ وين القى ابو فاضل وانسق بماية؟ دمعي فراتي نايباتي تتصل بالغابرية، لحسي الامامي صدر داني عاشق الحد المنية. بس هالمدرسة ريت انقبل طالب دم مثل ابو صالح حاضر وغار.
وصالح حاضر وقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. صدق الله العلي العظيم. مع الأسف الشديد مجتمعنا مليء بالخصومات التافهة. القرآن الكريم يعطينا معيار للأشياء، ميزان، يقول أكو موازين لكثير من الأشياء، المفروض الإنسان المؤمن يتبع هذه الموازين. بس أنت لا تدخل للمجتمع، من تدخل للمجتمع تشوف عدد كبير من الخصومات موجودة داخل المجتمع، خصومات تافهة. لو تشوف جار متخاصم مع جاره بسبب أطفال يلعبون، تشوف أقرباء متخاصمين بسبب متر من أرض أو مترين أو ثلاثة، هذه خصومات تافهة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إياكم وهذه الخصومات. ليش؟ لأنها تشغل القلب. هذا الإنسان من يصير له خصومة مع جيرانه مع أقربائه، تشوفه هو يمشي يسولف بيها، هو يقعد يسولف بيها، بالعمل يسولف بيها، قلبه 24 ساعة مشغول بهذه الخصومة. خصومة تافهة. إياكم وهذا النوع من الخصومة، أن الخصومة تشغل القلب وبعد تورث النفاق. أنت من تتخاصم لك ويا واحد ما راح تقف عنده حدود، وين ما تقعد تحكي عليه، وين ما تلقى لك شخص يعرفه تحاول تحط من شخصيته هذا اللي خاصمته. هاي طبيعة الإنسان هي هذه. وبعد شو تسوي؟ وتكسب الضغائن، تخلي بالقلوب حقد وكره وبغض. فهذه الخصومات خصومات تافهة ما إلها قيمة. المفروض الإنسان يكبر، يكبر مو على متر من أرض يخاصم أقرباء. الإبن ما يحكي ويا أبوه، العم ما يحكي ويا أولاد أخيه، الأقرباء كلهم تشوفهم في حي صبيص من المشاكل والطلايب بسبب خصومة بسيطة. شوف مع الجيران خصومات ما إلها قيمة، هذه خصومات تافهة. القرآن الكريم يحدد لنا معيار. شوف هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثاني ليش ذكرت هذه الآية؟ لأن هذه الآية كان لها وجود في كربلاء. هذه الآية الإمام الحسين عليه السلام ذكرها وذكر تفسيرها في كربلاء. فديوم من الأيام الإمام الحسين في طريقة اعترض النظر ابن مالك، قال له يا ابن رسول الله عندي سؤال. يسألون الإمام الحسين عن القرآن، يسألوه لأنه عدل القرآن بحديث الثقلين الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم، عدل القرآن على حد حديث الرسول، يقول لن يفترق لا أهل البيت ولا القرآن، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وسأله قال يا ابن رسول الله عندي سؤال. قال تفضل. قال شنو معنى هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ مباشرة الحسين عليه السلام قال له نحن وبنو أمية، نحن وبنو أمية قلنا صدق الله. وش قالوا هم؟ كذب الله. هذه الخصومة. يزيد عندما لاحت علامات الركب الحسيني ايش قال؟ قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي
نزل. فالخصومة ومعيار الخصومة أن الإنسان يختصم مع الآخر في الدين، يدافع عن دينه، يدافع عن عقيدته، يدافع عن مبدأه، ما يختصم مع الآخر بسبب أمور بسيطة تافهة، لو على أموال، لو على أرض، لو على. هذه الآية القرآنية الحسين عليه السلام طبقها في كربلاء وعلى الصراع والنزاع بين من؟ بين بني أمية وبين النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وهذا طبعا قضية مستمرة، لأن ذولا كذبوا الله في كثير من المواقع. معاوية وأبو سفيان، أبو سفيان عندما قتل الحمزة ذهب إلى قبره ركله بقدمه، قال انهض يا أبا عمارة، أي لما صار الملك بيد معاوية، قال انهض يا أبا عمارة، إن الملك، الحمزة كان يسموه بهذا التسمية، إن الملك الذي قاتلتنا عليه بالأمس أصبح بين أيدي صبياننا اليوم. الملك لا خبر، لا نبوة، لا وحي، لا سماء، لا. فالصراع بين الطرفين صراع، هذول يقولون صدق الله، أكو نبوة، أكو إمامة، أكو توحيد، أكو معاد، أكو قيامة، أكو حساب، أكو كتاب، هذول يقولون لا كذب الله، ماكو شيء. هاي حياتنا نحياها وتنتهي القضية، نموت نعدم، لا أكو نبوة، ولا أكو إمامة، ولا أكو معاد، ولا أكو حساب، ولا أكو جزاء، وكل شيء ماكو. الحسين عليه السلام التفت للنظر ابن مالك، قال له هذه الآية نحن مصادقها وبنو أمية هذان خصمان اختصموا في ربهم. كل زمان تجد هذه الخصومة، تجد الحق من جهة والباطل من جهة أخرى، تجد من يدافع عن الدين وتجد من يريد أن يشيع الرذيلة بالمجتمع، تجد من يدافع عن الفضيلة وتجد من يشيع ويدافع عن الرذيلة. هذه هي حقيقة الصراع الموجود على مر التاريخ بين أصحاب الديانات، بين الأنبياء وغيرهم، بين الأنبياء وأممهم، بين الأولياء والصالحين، هذا على مر العصور والدهور تجد هذا الصراع. هذان خصمان اختصموا، وين اختصموا؟ في ربهم. فالمفروض الإنسان يترفع عن هذه الخصومات التافهة ويروح إلى تلك الأمور اللي دافع بها عن دينه أمام أولئك المنحرفين والمجرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على شريعة محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. يؤسفنا مشاهدينا الأفاضل أننا وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا في هذه الحلقة من برنامج مع الحسين، لكن لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في أيام شهر محرم الحرام نستكمل فيها ما بدأناه من مسيرنا مع الحسين وأصحاب الحسين. إلى ذلك الحين أدعوكم في رعاية الله، في أمان الله.